كشف وزير الخارجيه سامح شكري اهميه تعزيز الاعتراف بالدوله الفلسطينيه على حدود الرابع من يونيو لعام 67 وانفاذ العضويه الكامله لفلسطين في الامم المتحده. وخلال لقائه مع وزير الخارجيه وشؤون الكومنولث والتنميه بالمملكه المتحده ديفيد كاميرون على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، حث شكري الدول التي اعلنت نيتها للاعتراف بالدوله الفلسطينيه لاتخاذ هذه الخطوه. بما في ذلك من تعزيز لفرص التسويه النهائيه للقضيه الفلسطينيه من جانبه ثمن ديفيد كاميرون الدور المحوري الذي تقوم به مصر في ايصال المساعدات الانسانيه العاجله الى داخل القطاع فضلا عن جهودها الحثيثه لوقف الحرب واعاده احياء المسار السياسي للتسويه الشامله للقضيه الفلسطينيه